والآن مع بيان الرئيس نجرفان بارزاني في ذكرى انتفاضة آذار لعام 1991، أبارك الذكرى 32 لانتفاضة آذار 1991 المجيدة للعوائل الشامخة لشهداء الانتفاضة وشهداء كردستان كافة والبشمركة الأبطال وجميع شعب كردستان بكل مكوناته. نحيي بتقدير وإجلال ذكرى الشهداء ونصلي على أرواحهم الطاهرة. الانتفاضة كانت نهضة تاريخية وحاسمة من جانب عموم جماهير شعب كردستان بكل طبقاتهم وشرائحهم ومكوناتهم، حيث انتفضوا بمساندة البشمركة والجبهة الكردستانية ضد الظلم والاستبداد، ووضع البشمركة وأبناء كردستان أرواحهم على أكفهم وواجهوا الموت في سبيل الحياة ومستقبل أفضل لشعب كردستان. كانت وحدة الصف والتلاحم نواة الانتصار في الانتفاضة التي حققت كل مكاسب شعب كردستان في الحرية والبرلمان والحكومة والفيدرالية، وتثبتت الحقوق في دستور العراق الاتحادي. والآن على شعب كردستان بكل مكوناته وقواه وأطرافه السياسية استقاء دروس النصر من الانتفاضة. عليهم أن يتخذوا من وحدة الصف والتلاحم وقبول الآخر والعمل المشترك أساسا لتحقيق النجاح ومستقبل أفضل لشعبنا. في هذه الذكرى المجيدة نجدد التأكيد على أن كل جهودنا وإمكانياتنا ستكون مكرسة من أجل أن نعمل كلنا معا في سبيل تحقيق الأهداف المباركة للانتفاضة وتحقيق الأمان التي قدم الشهداء أرواحهم في سبيلها. فكما انتصرنا في الانتفاضة معا، وانتصر شعب كردستان بكل ألوانه ومكوناته معا، فإن النجاح الآن وضمان مستقبل أفضل لشعب كردستان يتحقق فقط من خلال وحدة الصف والتلاحم والعمل معا وقبول بعضنا البعض. السلام والراحة لأرواح الشهداء نجرفان بارزاني رئيس أقليم كردستان.